من أفضل الأفلام اللي شاهدتها سنة 2017 هو فيلم Hidden Figures. الفيلم يتكلم عن 3 نساء أمريكيات من أصل أفريقي، كان لهم دور كبير في عملية إنجاح إيصال أول رجل أمريكي للفضاء بستينات القرن الماضي. الفيلم ملهم جدا لأنه يتكلم عن الأقليات ودورهم وبصورة عامة، والنساء بصورة خاصة ودورهم في المجتمع. الفيلم حاز على 3 ترشيحات أوسكار، وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة.